السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم يا جماعة. فيديو سريع كده لان الحالة والحدث جلل محتاج ان احنا نقف عنده، وما كانش محتاج ان انا اقعد في مكان مهيأ وان انا اعلن لكم الخبر السيء دوت. يمكن خبر حزين علينا وعلى المصريين كلهم، ده اللي هنشوفه بعد الفاصل، تابعونا. من دقايق بس جالنا خبر وفاة زيزو. زيزو مات يا جماعة، البقاء لله. طبعا مين زيزو؟ كتير هيسأل مين زيزو. زيزو ده يا جماعة الزرافة الذكر اللي كانت هتتجوز سوسن، اللي كانت مكتئبة من فترة عشان خاطر ما اتجوزتش، ويمكن يعني حصلت حالة الوفاة بشكل طبيعي، ما كانش فيه مشاجرة، ما كانش فيه حاجة، ما كانش محاولة اغتيال ولا أي حاجة، هو كان نصيبه كده وقدره كده. فربنا يرحم زيزو ويصبر سوسن. طبعا سوسن يمكن اللي قالت، طلعت قبل كده في تصريح وقالت مش عارفه الناس عايزه منها ايه، طبعا عشان الخطوبه اتاجلت، لكن وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. انا بس حابب اقول للزرافه سوسن يعني قلبي عندك طبعا، ويعني والحمد لله قضى خف من قضى، ويعني احمد ربنا ان الموضوع ما كانش يعني بصراحة يعني احمد ربنا ان الموضوع ما تمش، لان كنت هتبقى ارملة. وبعدين اما تبقى انت كده عزباء بنت بنوت كده زي الفل، يعني ان شاء الله يبقى في فرص احسن، ونحاول نشوف لك ذكر زرافة تاني باذن الله يكون شاب حلو ونجوزك سيد سيدو. فانا قلبي عندك، وكويس ان ما حصلش بينكم حاجة بقى ولا اولاد ولا بتاع، عشان ما بقاش في مشاكل بقى على الورث والكلام دوت. فاحنا عزقنا ليكي، ويعني طبعا الحزن الكلام ده طبعا مش هيقلل من الحزن اللي جواكي، لكن يلا ان شاء الله عينه انت خدتيها، وان شاء الله يمكن تكون 2021 مخبيه لك احسن. عارفين ان 2020 طبعا كانت مزعلاك قوي وعامله معاك الصح، مش انت لوحدك والله، المصريين كلهم. فقلبي عندك يا اختي، ومعلش وربنا يعوضك خير وسلام. وياريت بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس، عشان لو جالنا ذكر جديد للعروسه سوسن نبلغكم. سلام.